أيها المسلمون، رغب الإسلام في الزواج وحث على تيسيره ونهى عن كل ما يعكر صفوه أو يقف في طريقه، ومن ذلكم غلاء المهور والإسراف في إقامة الزواج في أفخم القصور والأماكن، ومن العراقيل إحياء الزواج بالمحرمات كإحياء الزيجات بالموسيقى والغناء أو بالاختلاط المحرم بين الرجال والنساء، مما قد يسبب نزع البركة وذهاب الألفة والرحمة. ومن العراقيل أيها المسلمون الكرام عضل المرأة بمنعها من الزواج بكفئها أو تأخير زواجها حتى تكمل دراستها، مما فوت عليها زهرة عمرها وصرف الكفء عنها. ومن العراقيل أيها المسلمون عزوف بعض الشباب عن الزواج قبل حصوله على مصدر لرزقه، أو عدم رغبته في الارتباط المبكر وتحمل أعباء الزواج ومسؤولياته، وغير ذلكم مما يفوت عليه منافع الزواج بسبب تأخره. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه.